حضراتكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية، مدرسة سيوب. النهاردة معانا فيديو مهم جدا جدا عن إزاي ندمج الفول في البيت في أقل من ساعتين أو في ساعتين تقريبا بدون مجهود إن شاء الله. تابعوا معانا لآخر الفيديو عشان تعرفوا الخطوات إزاي بتتعمل. احنا كنا اخرنا عن اصدار بعض الفيديوهات، وده ان احنا كنا بالحقيقة بنعد مفاجأة لكل متابعينا وكل مشاهدينا. كنا بنقدم موقعين مختصين بكل ما تقدمه قناة مدرسة تيوب. قدمنا موقع مدرسة تيوب للبيت زي ما حضراتكم شايفين، وأهو الموقع متقسم لمجموعة من الأقسام: أكلات دايت وأكلات اقتصادية والصفحة الرئيسية وأشغال فنية وصناعة الألبان ونظافة البيت. هتقدروا من خلال الجنب اللي فيه تواصل معنا ان انتوا تشتركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى لسه تويتر الحقيقة ما عملناش صفحة، لكن في صفحة على الفيسبوك وصفحة على الجوجل بلس وصفحة وطبعا قناتنا على اليوتيوب. هتلاقوا هنا طبعا المشاركات الشائعة والناس دخلت على ايه. هتلاقوا بقى الفيديوهات بتاعت القناة مترتبة في الاقسام اللي وريتها حضراتكم اول الصفحة. هنا تقدروا في الجزء بتاع المتابعون تقدروا ان انتوا تشتركوا في الموقع وتتابعوا كل ما يصدر جديد عن الموقع، وهتلاقوا طبعا مرتب بشكل افضل. كل الفيديوهات اللي تصدر عن القناة هتلاقوا بإذن الله مترتبة بشكل افضل على الموقع. ده كان الموقع الاول. الموقع الثاني اللي هو مدرسة يوتيوب التعليمية. انتوا عارفين طبعا ان قناة مدرسة تيوب بتقدم جزء تعليمي وجزء خاص بالبيت. الجزء التعليمي احنا بنقدم من المرحلة الابتدائية لكل الطلبة يعني الطلاب اللي بيدرسوا المنهج المصري. عندكم هنا مجموعة من الاقسام: احتراف الانجليزية واسرار الانترنت واولى ابتدائي وتبسيط التجويد وتانية وتالتة ابتدائي. برضو تقدروا تشتركوا على صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر لسه برضو تحت وجوجل بلس واليوتيوب قناتنا على اليوتيوب. دي الدروس كل بقى قسم هتلاقوا فيه بالتفصيل الدروس اللي موجودة تحت كل قسم. تلاتة ابتدائي هتلاقوا دروسها كلها، تانية ابتدائي هتلاقوا دروسها كلها. كتير كانت بتسألني عن الدروس، يا ترى انتوا نزلتوا الدرس مثلا قطرة ماء ولا ما نزلش؟ وبقى هو فعلا نازل، بس هما الفيديوهات بقى هم تايهين في الفيديوهات. هنا الدنيا هتبقى اكثر نظاما. وبرضو تقدروا من جزء المتابعون تشتركوا في الموقع وتقدروا تسيبوا التعليقات بتاعتكم. ندخل بقى في الدرس بتاعنا ازاي ندمس الفول بتاعنا في ساعتين. اول حاجة علشان ندمس الفول في ساعتين لازم يكون عندنا حل الضغط او حل بريستو زي ما بنقول، يعني لازم يكون عندنا حل الضغط او حل بريستو. بصوا يا جماعة، لو انتوا طب في ناس هتقولي حالة الضغط دي غالية، هي فعلا حالة الضغط غالية، ولكن انا هحاول اقدم لكم البدائل. لو اي حد فيكم تعرفوا اي حد مسافر في السعودية او رايح عمرة مثلا وجاي، او الناس المقيمة في السعودية، الحلل الضغط في السعودية موجودة ألمونيا وموجودة استانلس، نقدر نشتريها ألمونيا، مفيش اي مشكلة ان احنا نشتريها ألمونيا وبأسعار رخيصة جدا واحجام كبيرة، يعني ب70 ريال تقدر تشتري حلة. واحيانا بتبقى بعض محلات الادوات المنزلية كمان هناك عاملة في الهايبرز وكده عاملة اشتري حلة بريستو، لا حلة بريستو هدية بنفس الحجم، فممكن تشتريها من هناك لو انت في رحلة عمرة او في رحلة حج او هتعرف حد مسافر تقدر يجيبها لك وكده. هو هتبقى ارخص بكتير من هنا، لان هنا في مصر اسعارها غالية جدا جدا. وعلى فكرة يا جماعة مش كلها كويسة، يعني تشتروا الحلة البريستو اللي شكلها تقليدي بتاع زمان حواليكوا شكلها دلوقتي، لكن الحلة الجديدة اللي هي شكلها مختلف دي انا اشتريت واحدة فعلا وكانت مش كويسة وكانت بايظة وكانتش بتدي اي نتيجة وكان الاكل بيتحرق جواها. فانا بنصحكم ما تشتروا حلة تشتروها بالشكل التقليدي القديم، ما تشتريش الحلة اللي شكلها فيها تغيير من برة، علشان في الغالب ما بتكونش كويسة. طيب ندخل على الطريقة على طول. دلوقتي انا معايا اشتريت كيلو فول بلدي. الفول ده انا قعته لمدة 6 ساعات في مية، نقعته لمدة 6 ساعات في مية، وده علشان اساعد ان هو يستوى. دي اول نقطة. النقطة التانية كمان ان هو لما بيتنقع في المية بيتخلص من معظم الغازات اللي بتبقى موجودة في الفول، وبالتالي لما انا اجي اكله ما يتعبليش المعدة ما يتعبليش التقولون، لان مرحلة النقع دي هتبقى خلصتني من معظم الغازات اللي موجودة في الفول. طبعا الخطوة دي معظم الناس اللي بتعمل الفول في المحلات وفي على العربيات ما بيعملوش الخطوة دي، اللي مبقاش عندهم وقت. وبالتالي ممكن احنا لما بناكل الفول معدتنا
بتاعتنا بتتعب والقولون بتاعنا بيتعب نتيجة ان انا ما عملتش مرحلة النقع دهيت. يبقى انا بنقع الفول اول حاجة لمدة 6 ساعات في مية عادية خالص. بعد ما بنقع الفول لمدة 6 ساعات في مية عادية، باخد الفول بتاعي وبغسله 3 مرات بحيث ان انا اتخلص تماما من كل مية النقع ومن كل الغازات اللي نزلت فيها، وبصفي الفول بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. بعد كده انا بحتاج ايه؟ بحتاج بصوا مكونات بسيطة جدا، بحتاج الفول بتاعي اللي انا غسلته 3 مرات بعد النقع 6 ساعات، بحتاج جزرتين مبشورين، بحتاج طماطمية متقطعة مكعبات، وبحتاج بصلة متقطعة شرايح يا جماعة، ومش ما تكونش مفرومة، البصلة تكون متقطعة شرايح علشان ما تمررش معايا الفول، وتتقطع شرايح هي اصلا مش هتبان وهتدوب تماما اثناء عملية التدميس، فما تقلقوش ان هي تبقى متقطعة شرايح. يبقى مكوناتنا زي ما انتم شايفين 4 مكونات، الفول بتاعي والجزرتين مبشورين وطماطمية واحدة متقطعة، طماطمتين دول يا جماعة عفوا، طماطمتين متقطعين مكعبات، وبصلة واحدة متقطعة شرايح او جوانح. بعد كده بنجيب الحلة بتاعتنا البريسكو او حلة الضغط، بنحط اول حاجة الفول بتاعنا، وبعدين بنحط الجزر، وبعدين بنحط الطماطم، وبعدين بنحط البصل، وبنقلب كله مع بعضه كويس جدا جدا. لاحظوا كده معايا ان مفيش اي بهارات خالص، مفيش اي بهارات من اي نوع يا جماعه اثناء عمليه التدميس. بعد كده بنحط ميه، ميه بارده عادي خالص من الفلتر او من الحنفيه، بنحط ميه يدوبك تغطي الفول بمقدار 1.5 سم. احنا مش بنسلق الفول، دي عملية تدميس مش عملية سلق، فمن محدش يرفع المية تبقى المية عالية، لا. اولا ده كده احنا مش هنبقى بنعمل تدميس، احنا كده هنبقى بنسلقه، احنا عايزين ندمسه، فعلشان ندمس الفول بتبقى المية فوق الفول يعني المية مغطية الفول بسنتي ونص بس يا جماعة، بسنتي ونص بس يا جماعة. وبعد كده بنقفل الحلة بتاعتنا. شايفين يا جماعة هو ده المنظر التقليدي لحالة الضغط، ده المنظر سواء بقى الغطاء اسود او ابيض، المهم ده الشكل التقليدي لحالة الضغط. لما تيجي تشتري حلة ضغط تدور على الشكل ده، هتدور على الشكل ده، الاشكال الحديثة اللي هي بيقولك ان احنا احدث وكده، صدقوني يا جماعة بتبقى بايظة، انا عن نفسي اشتريتها وكانت بايظة وكانت بتحرق الاكل. طيب في بقى شويه ملاحظات هقولها لحضراتكم مهمه جدا في التعامل مع حاله الضغط. حاله الضغط جميله جدا وسريعه وبتوفر وقت وجهد، ولكن ينبغي ان احنا ناخد في دماغنا بعض النقط والمحظورات علشان نتجنب مخاطرها. اول حاجه ان احنا دلوقتي اول ما هنحط الفول بتاعنا هنحطه على النار عاليه، لان احنا عايزين الميه تغلي، هي لسه الميه لسه بارده خالص فاحنا عايزينها تغلي، فاول حاجه هتبقى النار عاليه. ايه المحاذير بقى؟ اول حاجه بصوا كده يا جماعه على الحله، على جسم الحله نفسه هتلاقوا كده في حز المونيا طالع لبره او حز ستانلس طالع لبره، في كده علامه تحت الايد كده، علامه داير ما يدور الحله، العلامه دي علامه الامان بتاعت الحله، بيقول لك خلي بالك. كل حلل البريستو او حلل الضغط بتكون فيها العلامه دي، بتبقى موجوده في جسم الحله نفسها، بيقول لك خلي بالك ما تعديش المكونات بتاعتك والسوائل بتاعتك عن العلامه دي، اخرك في الحله البريستو عند العلامه دي ما تعديهاش، لازم تسيب المساحه اللي فوق اللي فوق العلامه دي من العلامه لحد فوق لازم تكون المكان ده فاضي، وعشان ده عشان طبعا الحاله الضغط بتولد ضغط هائل جدا من البخار، ولو اتملت اكتر من الدار ده طبعا احنا كده نبقى بنعرض نفسينا للخطر. يبقى احنا اتفقنا ان الحله ما نملهاش ازيد ولا ميه ولا اي حاجه، تبقى هي اخرها، وكمان احنا جماعه كمان امان لينا ما نوصلهاش ابدا للحد ده، تبقى اقل كمان من الحد ده، ما نوصلش احنا نوصلش نفسنا لدرجه ايه اعلى نقطه في الحله اللي هي الخط ده، لا كمان تكون المكونات بتاعتنا اقل كمان من الخط ده، وده لاماننا ولامان اولادنا. بعد ما الفول بتاعنا او الميه اللي جواه بقى نبتدي يسمع حاله الضغط تبتدي تصفر وتعمل صوت، نبتدي ان احنا نوطي على الحله بتاعتنا، نوطي يعني زي ما انتم شايفين كده اهوت، ونسيبها بقى على النار. هي تسويه الفول في الحله البريستو بياخد ساعتين، لكن احنا هنسويه اول حاجه هنعملها على مرحلتين. اول ساعه هنوطي خالص كده زي ما انتم شايفين لمده ساعه، ونظبط التايمر بتاع الفوق بتاع البوتاجاز بتاعنا لمده ساعه، وبعد ساعه بقى نعمل ايه؟ بعد ساعة شايفين يا جماعة الصفارة اللي فوق اللي في الغطا، الحلة دي اللي هي عليها غطا اسود، الصفارة اللي هي الصفارة اللي بتصفر في الحلة البريستو دي اللي هي فوق الغطا،
اللي ليها ماسك اسود دي اللي هي عامله زي المثلث كده. دي بقى قبل ما نفتح طبعا يا جماعه لازم قبل ما نفتح الحله البريستو نطفي عليها، نشيل المثلث ده اللي عليه علامه سودة نشيله، بحيث ان هو هيطلع طبعا كميه بخار رهيبه اللي هي مختزنه نتيجه الضغط جوه الحله، ونسيبها تماما لحد ما تفضي كل البخار اللي جواها وما تطلعش اي صوت. بعد كده نبتدي ان احنا نفتح الحله بتاعتنا. ما حدش يا جماعه يفتح الحله الضغط او الحله البريستو مباشره، كده انت بتعرض نفسك للخطر وللحرق وبتعرض اولادك للخطر. فالحله البريستو زي ما قلت لكم جميله جدا وبتسهل علينا، وكمان بتدينا اكل صحي لان هي بتاخد وقت اقل في الطبخ وبتحتفظ بالعناصر الغذائيه، ولكن احنا لازم نتعامل معاها بالخطوات اللي احنا قلنا عليها. يا ما تخوفش لو احنا اتبعنا الخطوات، امتى نخاف؟ لو احنا جينا فتحنا عليها من غير ما نفضي البخار، هنا احنا كده نبقى احنا فعلا مش عارفين احنا بنتعامل مع ايه. هنفتح بعد الساعه الاولانيه نبص على الفول بتاعنا، لقينا الميه نقصت وبدات خلاص الميه ما بقتش مغطيه الفول زي ما كانت مغطيه في الاول، نكون محضرين ميه مغليه ونزود الفول لحد ما نعلي الميه تاني مقدار سنتي ونص او سنتي عن الفول. لقينا الميه زي ما هي وسليمه ومفيش اي مشكله والميه ما نقصتش معايا، اقوم مغطيه تاني على الحله بتاعتي وربطها كويس ومكمله ومولعه عليها مره تانيه برضو على الواطي لمده ساعه كمان علشان الفول يكمل سوا. يبقى انا بعمل الحركه دي لي في نص علشان ابص على الفول بتاعي اشوف الميه بتاعته نقصت ولا ما نقصتش. والله نقصت يبقى انا بزوده وبرجعه تاني مقدار سنتي او سنتي ونص فوق الفول. ما نقصتش بقى في الحله تاني، وابتدي ان انا اولع النار برضو على الواطي لحد او على المنخفض لحد ما الفول بتاع لحد ما تعدي ساعه تانية، تعدي معايا او برضو اظبط التايمر بتاع الفرن بتاعي لمده ساعه تانية لحد ما الفول بتاعي يستوى تماما. وده وطبعا برضو لما اجي افتح الحله مره تانية نراعي الكلام اللي احنا قلناه في فتح الحله. وده منظر الفول بتاعي بعد ما استوى، شايفين يا جماعه اصلا داب، يعني مبقاش يعني هو اصلا داب خلاص، كل المكونات كامله اللي احنا حاطينها دابت. هي بتعزز النكهه، الطماطم والبصل والجزر ده بيعزز نكهه الفول، والفول خلاص داب يا جماعه، مبقاش اصلا مستحمل اصلا، مجرد ان احنا بنمسكه في ايدينا على طول بيكون بيدوب في ايدينا خالص يا جماعه، بقى زي الزبده تماما. طيب احنا الفول ده كميه كبيره جدا وعايزين نخزنه وعايزين نحتفظ بيه في اطول فتره ممكنه. وكمان يا حبذا لو احنا نخزنه ويكون التخزين بتاعنا، والله مثلا انا عايزه كيس بتاعي كل كيس يكون نص كيلو، بحيث ان ده يكون وجبه على السحور او على الفطار او على الغداء او ايا كان، اعمل ايه علشان احتفظ بيه في وزن متساوي وانا ما عنديش ميزان في البيت؟ هقول لحضرتك ازاي تعملي. بتجيبي دورق، اي دورق عند حضرتك بتستخدميه، والله حضرتك اني شايفه ان الدورق ده هو هيبقى المعيار بتاعك. بتجيبي الدورق عندك في البيت زي ما انا جايبه، وبتجيبي كيس من كياس اللبن، وانا كنت نصحت حضراتكم قبل كده ان احنا نبقى عندنا اكياس، دي بتبقى موجوده في كل بيت، اكياس صحيه وجميله جدا، والبلاستيك بتاعها يصلح ان احنا نحط فيه الاكل، هو بيتباع بالكيلو في محلات البلاستيكات. بنجيب الكيس بتاعنا، وطبعا يكون الفول بتاعي برد تماما 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 ما فيهوش حراره خالص، وابتدي ان انا اعبي الكيس بتاعي لحد ما اوصل للحد اللي عايزاه، وابتدي ان انا افرغ الكيس من الهواء واقفل الكيس بتاعي. كده ابقى انا عملت ايه، وادي منظر الكيس بعد ما انا عبيته، وادي منظر الكيس بعد ما انا قفلته. كده انا عملت ايه، انا حصلت على كيس مثلا والله وزنه حوالي نص كيلو. ادي انا حصلت بعد كده، انا حصلت على مجموعه من الاكياس، تقريبا كل كيس وزنه نص كيلو، احجامهم متساويه زي ما انتم شايفين واوزانهم متساويه، ولكن بدون استخدام ميزان. يبقى انا كده عملت ايه، ان انا خزنت الفول بتاعي. هحطه بقى فين بقى بعد كده؟ هحطه في الفريزر. لو انا مثلا يعني مش هستخدمه النهارده، او هستخدم كيس واحد النهارده وبقيه الكياس مش هستخدمها النهارده، هعمل ايه؟ هشيل اربع اكياس او بقيه الاكياس بتاعتي في الفريزر، والكيس اللي انا هستخدمه النهارده ده هو اللي هشيله في التلاجة من تحت، ولما انا تاني يوم عايز استخدم الفول اللي انا دمسته بطلعه من الفريزر قبلها بكام ساعة عشان يفك، وبعدين ببتدي ان انا اطبخه باي طريقة او اعمله باي طريقة انا عايز اعمله، بالليمون والزيت، اعمله بالثوم والصلصه، باي طريقه، اعمله بالصدق، اعمله بالبسطرمه، بالفول بالبيض، فول بالبصل، باي طريقه حضرتك حباها. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وشيرنج للحلقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.